ليش ماما اجت؟ لا لسه، بس فات قعد شو بقلعه؟ شو كان فاضي لا شغله ولا عمله؟ شو كان بده؟ شو بيعرفني؟ عم بطق حنك، ما حكى شي مهم، وانا قلت له بتطول وبضل قاعد. هذا اللي بيطلب من العالم شغله ببلاش. امك كمان عطيته وش، ما في شي عنكم ما بيعرفه، على علمي ما صار لكم اسبوع متعرفي عليه. شو قصدك؟ قصدك انها بتعرفه من زمان؟ وزنيها بعقلك، في حدا بصير صديق صدوق بشهر ونص تقريبا؟ لا مستحيل، انا كنت موجوده لما اجت سلافه وقالت لها انه هي عنوان البابا روحي لعنده. لا 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 مستحيل، شو عم تحكي؟ ليش حاسه انه في انها بعلاقته؟ مالك ملاحظه انه فايت كثير بعيلتكم؟ هلا مو نكتة تنامي بغرفة ديما؟ بدك امي تلاقي قصة تحكي فيها؟ امك ملاقية ملاقية، بعدين احنا لسه ما حلينا الموضوع يلي كنا مختلفين عليه. وهلا شو عم تعملي؟ مو عم تحسبي كيف بدنا نعيش وشو بدنا نشتري؟ ما دخل،
طيب مثل ما بدك. نفذي تعليمات امك بحذافيرها، اوعك تنسي شيء لنشوف عقل النسوان وين رح يوصلنا. سائر خلينا بالمهم، نحن هلا اذا اشترينا بيت بدنا اقل شيء غرفتين وصالون. رغد قيمي هالدفتر والقلم من ايدك، امورنا كلها صارت منيحه، ويا ريت تحكي مع امك تسمح لك ترجعي طبيعيه بلا ما نصير مسخره. ليش حاسه انه بعد هذاك النهار تغيرت معاملتك شوي؟ حاستك ما عم تحب تحكي معي. منو نهار؟ يعني انا كل اللي صار مو ببالي، انا عندي كثير امور مكركبه. بعدين ديما انا قلت لك انه في قصص بتصير كثير بين الرفقه، حتى انا بحس هيك احيانا معي. يعني هو مجرد شعور يمكن بينتابنا وقت اللي بنكون هيك بحاله وحده وبحاجه شيء. لا تكبري القصه. بعدين يا مجدوبه لو انت بتحبيني ما رح تقولي لي صدقيني. يعني انت كمان بصير معك هيك؟ طبعا وضع عادي، خاصه وضعنا نحن اثنين منا مرتبطين وشنا بوش بعض، فبصير في عاده وفي فراغ وفي حاجه. ديما انا بدي خبرك شيء، غاني معجب فيك وبحاجه لفرصه يتقرب منك، وعن جد الشاب كثير ظريف ودائما بيقول عنك حليانه. وانت شو عرفك؟ شو حاكي له عني؟ ماني حاكي له شيء، بس هو سالني يعني اذا في شيء بيناتنا او يعني اذا بدي اياكي، فقلت له انا انه اكيد لا. بس هذا السؤال شو بينفهم منه؟ كون طالع علينا حكي وبدهم يعرفوا شو في بيناتنا. حاجه جنانه الثانية، لو طالع علينا حكي كانت تسلوا سيرتنا. انا متاكد انه غانم بده اياكي، بس بده فرصه وانا برايي تعطيه الفرصه. ايه بعطيه فرصه، ليش لا؟ سليم. ايه خالته؟ قوم حبيبي جيب لي هدول الاغراض. انا ما قلت لك ما في رسم، شو بدك تجيب لي جلطه انت؟ خالته ما عم برسم شيء له علاقه بالسياسه. انا ما بفهم، قلت لك ما بدي اياك ترسم اي شيء. خالته عم اقول لك عم برسم شيء من راسي، يعني كمان ارسم بنت ممنوع. ومين هاي؟ بنت لا على التعيين، هيك من راسي عم بتسلى. لا تكون هاي البنت المتزوجه اللي عملت لها رفيف مشكله. لا خالته وين بيروح مخك لبعيد؟ يعني لو هي كنت قلت لك. إلا كان قوم جيب لي هدول الأغراض من عند السمان. شو هاد؟ خالته ولا شي ولا شي. شو ولا شي؟ شو هاد؟ خالته ولا شي، هدول إدما. ولك إدما جدل. أنا ما قلت لك إنه ما بدي هاد العلاج. ولك افهمها، خلي عندك إحساس فينا بقى، افهمها. خالتو غيس انت متأكد؟ متأكد. اول شي ما قدرت تحكي معي استغربت تليفونها، بعدين حكيت معي شي خمس دقايق. لا تكون متوهم، يعني ياسر حقير بس مو لهالدرجة. اتجار البشر. طيب مو انت موصلن لجماعة بايدك على المطار؟ مو البطاقات كانت على دبي؟ ليك التعاقد هون كان مع شركة قبرصية على اساس انه هي شركة منظمة للعرض، صح ولا لا؟ شو بعرفني؟ بلا قبرصية. نحن شو عرفنا إذا هي الشركة ما نخلبية؟ وأنا مثل ما أنا شايفك رح تطلع هيك. أنا حاسس إنك أنت مكبر. البنت ما لها مصلحة تكذب الله وكيلها. هي هلأ برومانيا. طيب كيف حكيت معها؟ جاء زبون عربي بالصدفة، حكيت له القصة قام عطاها موبايله. طبعاً بيخاف يهربها مشان ما ينقتل هو وياها. مالك مصدق ما؟ بلا مصدق، هاي القصص كتير بتصير. وقت اللي أكلت هوا وقلت لها الخزامة صارت تضحك. كويس، هاي الفوتة كتير بشعة، كتير. البنت برقبتنا، لازم نساعدها. على الأقل ناخد رأي محامي أو ننزل على السفارة الرومانية. طيب شو بتستفيد؟ هلا هي غالبا فايتة يعني تهريب هو باسم وهمي. الحمام حالي بخت القصة. تخيل لو كانت خزامة. هذا اللي قصدته. أنا متأكد إنه البنت بريئة،
وانت بتعرف اخرتها شو. ما نشتح كثير يا غيث، ما عندها حل غير انه تهرب او توصل باي طريقه للسفاره. هي بالعاصمه ما، بس ما بعتقد تقدر، مستحيل تقدر. انا رح انزل لعند ابي. معك الرقم اللي حكيتك منه ما؟ لا ما طلع على الكاشف. شو رايك احكي مع ياسر؟ اوعى، نحن ما بنعرف اذا هو طرف بالموضوع او لا. معقول. وروح هلا صالح نهال، لا توصلوا النقطة ما عاد فيكن ترجعوا منها، ولا تبرد قلب وتراهن على انك شو ما عملت هي حترجع لك. هيك كنت انا مع اولجا. لا تخليها توصل لمرحلة تتركك، لأنه بينتها المرحلة قربت ورانا منحاول نلاقي لها حل. يا ميت أهلا وسهلا، شرفتنا عن جد. اشتقت لك. أهلين بابا. بابا أنا مالي جاي الضياف، أنا جاي أطمن عليكي. بصراحة صوتك على التليفون ما عجبني. شوفي بابا كأنك عم تبكي. لا بابا أنا منيحة، بس كنت فايقة من النوم. يعني كيف حالتك أنت ومروان؟ كمان مناح. ليش حكى معك من جديد؟ لا بابا لا لا. صحيح، شو أخبار جارتنا؟ ماشي الحال، يعني المسكينة مو عرفانة على شو بدها تلحق. بابا بدي اسألك سؤال، يعني هيك من باب الفضول، انه انتو كلياتكم ما بتحبوا ولا ابتسام، وانت تحديدا على طول بتركزي علي انه لازم اتركها ودور على راحتي. وهي انت قلتها، تدور على حدا يريحك مو يزيد همومك. هي جوري وحدة معنا طبيعية. كيف يعني من اي ناحية؟ ايه لسه جوزة ما قاله شي متوفي وعم تطلع وتفوت مع واحد. لا وعم ترسم على جواز كمان. تطلع وتفوت لوين بابا؟ معي؟ هنن هالكم زيارة اجت لعندي على المكتب. لا بابا لا، هيك انتو عم تظلموها كتير، حرام عليكي. بعدين اذا انا مفكر بيني وبين حالي، هي ما مفكرة هيك منو؟ بحسها واشة، لانه صوتها دايما وصلان لعنا وهي عم تخانق بنتها الكبيرة. يعني ما بعرف، ما بحسها هيك مثل كل هالنسوان. انه بابا انه تصرفاتها غريبة، ولا انه لها عقلية خاصة؟ يعني انه بتتصرف تصرف غريب، ولا شو يعني؟ انه مجنونة مثلا؟ بابا انت مو جاي تطمن علي؟ قيمنا من سيرتها بقى، عن جد ما عاد تقطع. طيب بابا، هلا الفصام مرض وراثي؟ انا دارسه صيدلي مو طب، بس بعتقد انه العامل الوراثي بيلعب دور مهم كتير. ليش هي كمان عندها؟ لا لا بابا لا لا، سؤالي مشان دعوة عندي بالشغل. هيك لك تعيشها ضدي لهون وصلت معه؟ والله قلت له يا أخي هذا الحكي مرفوض، أنتوا بتتموا أخوات والحق ما بيزعل حدا، عطيها حقها ونام مرتاح، ليش لحتى تبهدلوا حالكم؟ ايه شو قال لك؟ ما حكى شيء مهم، بس حسيت عن جد. تذكرت، قال لي اذا انت وراكي محامي فهو ورا جيش من المحامين. هي على سيره المحامي، مرق هذا المحامي تبعي كلهم. امتى مر؟ وقت كنتي برات البيت. من ضغط الشغل صايره ما عم تذكر شيء، نطرك شوي وراح. بلش المسلسل، ما بدك تحضريه؟ سليم وقت بطلنا السيدي بناء على طلب الشبيب. يا أمره يلا نيس. شو؟ لا خزامة وينها؟ ماني شايفها معها. خزامة اتصلت فيه وقال ما عاد بدها تطلع مع المكروبات، وصلنا الشغل بيني وبينها. هي رح تاخذ جولات لأسهر وأنا نزلت السوق، واللي شايفه سهر. يا
يعني الرزق إلك والتعطيل إلك. لك يسألك هي ما بتتيجي أنا السبب شي؟ بعتقد، بس هي ما حكت بصراحة، بس قالت لي أنا بكفيني مشاكل وأنا ما حبيت تضغط عليها. بس أنت بتعرف ما فيني تضغط عليها، بس حرام بعد اللي صار معها. معها حق. يلا لا تقول لحدا حتى لأخوك فادي. كان لازم تكوني أسرع. هاي رحاب، بعدين بحكي معك. يلا باي. كمان شادي؟ مشان الله لا تعملي لي مواعظ. خلص قررنا نتزوج. شو؟ كيف يعني بدكم تسافروا؟ لا، رح ينزل يوم الأحد يأسلم. رحاب مو تروحي هلا تقولي لماما أو لخالتك ندى. ما أنت عم تحكي عن جد؟ لا عم بمزح. بدي إلها للماما. أي إذا بدك روحي قولي لها، ما عندي مشكلة. بس أنا كمان بدي إلها عن عمار. ليش في بيني وبينه شيء؟ بعدين هي بتعرف كل شيء. لا حبيبتي ما بتعرف كل شيء. ما بتعرف إنه عمار ابنه لكامل، ولا قدي عمره لعمار، ولا إنه عمار مطلق وعنده أولاد. قولي لها رحاب، أنا بس لي أسلم شادي أنا رح أقلها لماما. هلأ مو وقتها. طب وين بدكم تعيشوا؟ من وين بدك تصرفي؟ شو يعني شغلة المصروف؟ هي هالأكل والشرب. شادي هلأ شغله منيح، وأنا عم بشتغل بالترجمة ومعهد الرقص، يعني بكفينا. شو بدنا أكتر من هيك؟ بس شفتي شلون طلع ما عم يتسلى؟ بكرة من بعد أول نزلة على البالي بدي أقول لك رجاني لعند أهلي. يا دخيلك، أبوها متوفي وأمها موظفة ووضعهم بهوي، بيسلم على وضعنا. لك شادي أنت بدك تقطع حالك عن العالم؟ حتى أنا وأمك بكرة منعيد فينا نحكي معك. ليش بقى فهمني؟ ليش؟ لك عم تسألني ليش؟ ما فكرت بأولادك اللي بدك تجيبهم؟ ما فكرت شو بده يكون دينهم بالمستقبل؟ مسلمين ولا مسيحيين؟ أساساً من هون لتقدم طلب ويفتل على الأمن ويسألوا الكنيسة تكون مليت منا وملت منك. فادي أنت عم تحكي عن جد؟ عم تحكي عن جد إنه إذا أنا تجوزت لماها أنتوا بتبطلوا تحاكوني بتقاطعوني؟ إذا أسلمت ما فيني إلك مرحب، لأنك بتكون قتلت أمي ورح بتصير حدا ما بعرف. ولا تقلي ورق، ما في شيء اسمه ورق. فرحان بشغلك اللي عم تشتغله، ما رح شوف بكرة من بدي شغلك معه. رح تصفى لا من هون ولا من هون لحالك. فادي أنت بزماناتك مو حبيتها لهدى؟ تركتها، احترق قلبي عليها، بس ما تركت ديني ولا خليت تترك أهلي. شو لوين رايحة؟ عندي بروفو. اعتذري من ألمة، بدي اياكي تروحي معي كأنه في شر للسيارة، المهم أنا فاضية. ما موافقي تروحي لحالك؟ لا، بعدين بدي أروح على السوق أشتري أغراض، بدي حدا يحمل معي. شو إذا في مشكلة أنا بحكي مع ألمة؟ لا ماما خلص ما في مشكلة. بدنا نطول كتير؟ يعني هلأ 10، تنتين منكم خالصين. يلا منيح أنتي لابسة، أنا رح جهز حالي. ما كان فيها تنباع مبارح.
أهلين مرحبا. ما تذكرتني أنا ألما. ألما؟ إيه أهلا وسهلا. أهلين كيفك؟ تمام. شو عم تعملي عنا هون؟ والله كنت مرقة من هون فقلت لحالي بيجي باخد عدد مجلة حياة السينمائية عشان أخذ لها لرحاب لأني راحة لعندها شوي ثاني. والله عنا شغل لفوق راسنا. أنا هلأ جبت عددين بس هلأ طلع العدد. أنت شو عرفة؟ رحاب قال الأستاذ وحيد وهي خبرتني. كانت مبسوطة كتير. على فكرة دقت لك بس كان موبايلها خارج تغطية. والله إذا بدق 10 سنين على جرمانة ما بيعلي. ما في تغطية. الأرضي مو شغال. شو بدنا نساوي؟ تفضلي تفضلي. لا على اساس الشغل مثل بعضه. افلام 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 ما في شيء. تفضلي. عمار انا كنت جايب الاساس عشان اشوفك. خير؟ كنت حابه تشتغل معنا بالمسرحيه، شو رايك؟ قلتي لي خلال شهر بنلاقي. وين بدنا نلاقي؟ قال بنلاقي لك ارخص بيت بالشام باربع ملايين ليره. وين كنت سكنوني؟ بملحق؟ لك حتى حق ملحق ما معنا. امي هي اول يوم إلنا بالدوارة، مبينة من اولها اذا هذا اول يوم. الله يصف عمرك يا رغد النحس، من يوم ما فاتت بيتنا ما شفنا الخير. امي وطي صوتك شوي، مو ناقصنا مشاكل. الله يخليكي. وليش لوطي صوتي؟ مشان ما تحسس الاميرة ديانا. الله يصف عمرها يا عمري. شوفي امي شو صاير. رجع لحضنا، رجع. هي اخرتها؟ بدك تلحشني بمول عجزه؟ الله يستر ما حجرت علي واخذت حصتي من الورده. امي شوفي شو عم يصير. انه نلاقي بيت بالشام يلمنا الا يا ملحق يا ابو. قولي له ديما، قولي له شو لقينا بثلاث ملايين. خلص امي خلص، ان شاء الله كل شيء بينحل، بس انت روقي. بلا روقي بلا امي بلا بطيخ. الله يصرف عمري. الله يموتني ويريحني ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رب. شو في شي جديد كمان؟ بدها تلاقي بيت مثل هاد ومنفوضه بثلاث ملايين. تعا دبرها بقى. طاير انت روح روقهم وانا رايحه عندي مشوار. ايه يلا باي. كيف شفتي الشغل ببيروت؟ احسن ولا هون؟ كل شي شي. لا في شي مالك مرتاحيته معناته؟ لا ابدا، انا بالمكتب هون كتير مرتاحه، بس يعني عم بحكي على مكاتب السياحة ككل. طبعا هلا هنيك في ضغط أكتر من هون بعدد الجروبات. لا تنسي لبنان بلد سياحي 100%. بس رغم عدد الجروبات الكبير هنيك، عدد الموظفين اللي بيشتغلوا بالمكتب أقل. يعني سوري أنا لاحظت أنك أنت بتطلع مع كل جروب جايد أو اثنين وأحيانا أكتر. ليش؟ طلع مع كل جروب جايد واحد بكفي وعطي أجره الباقي، بطلع لك نتائج أهم. إيه بس كمان التنوع مفيد. يعني لا تنسي نحنا كمان خبرة أدلاء بمعنى الأدلاء ما في كتير. مبلا عندك كم شاب وصبية بالمكتب بيطيروا العقل، بس كمان عندك كم شاب وصبية يعني سوري ما لهم داعي. يعني مثلا خزامة، والله أدونيس عم بيشتغل عنا كل الشغل. يا الله أنا آسفة ما كان لازم أتدخل، بس أنا هيك من خوفي على مصلحة الشغل. أنا المكان اللي بشتغل فيه بعتبره بيتي وبحب كل شيء يطلع متقن. يعني ضروري تجي هي هلأ؟ والله ما حبيتها أساساً، مالي بمزاج حب حدا. صارت دقت لي 10 مرات على قولة بس تعملوا لكم شيء طلع حكوا معي، بعدين والله ظريفة وعلى قولة عمار أكل هوا بحياته. حرام. إيه لا حرام، جبارين الخواطر، لأنه نحنا لازم نضل على طول جبارين الخواطر. لا تجري حديث على حديث. غيس انت بايدك وصلتي لهون، ضليتك تمرقي تمرقي لحتى وصلتي لهون. اصلا لسه شي نهار بدك تفوتي تلاقي معانق شي وحده ويقول لك ايه عادي. بدي ما استشرتك انا، هيكني قاعده وخرسانه بضابه تمي. اذا بترجعي له هالمره يا ويلك، لك خدي لك موقف ولو نص فرنك. طيب ماشي، انا بدي تعرفي لي من عمار ولو بطريقتك. مرحبا. اهلين اهلين. كيفك؟ شلونك؟ منيحه كم؟ ليش هيك عم تلهدي؟ شو بدنا نعمل؟ الامر له حق. انا عمرها لساتنا بعول الطلعه. يا ستي ما بتخيلي قديش انبسطت لانه دقيتي لي مشان نطلع مع بعض. يعني ما كثير هيك عندي رفقات خرج نطلع ونفوت سوا. ليش يعني ما في حدا حواليكي بالشغل من الجيران او يعني من رفقات الجامعه؟ انا ما كملت جامعه، بعدين بالشغل ما في كثير مجال تاخذي حريتك مع حدا، كله بيشتغل جواسيس على كله. ايه مثل عنا، الهمسه محسوبه عليكي. ايه والجيران كله شغل تلبسه،
بعدين بصراحة يلي من عمرنا أغلبهم متجوزين، والمتجوزة كتير تفرق حياتها عن حياة العزابية. هديك عندها ولادها وجوزها مالين دنيت عليها، أما أنا يعني شو أبحط راسي براس أمي يا راسي براس هالتلفزيون. مشان هيك ما عندي غير عمار، حتى عمار يعني حاسسته ضايق خلقه مني شوية الفترة الأخيرة. لا حرام عليك، أصلا عمار هيك حاسس حاله وحداني هالفترة، خصوصي بعد ما راح من عنده غيث. صحي سمعت أنه قربت تصيري عروس؟ إيه بجوز يعني بهالأسبوعين إن شاء الله. طلعت صغيرة فكرت تطلع أكبر. أنتي شو أخذك لهنيك؟ هلأ بدل ما تقولي لي شكراً جبت لك إياها وتعبت حالي؟ إيه شكراً. شفتي رئيس التحرير مشان المادة تبعيتك؟ لا ما شفته. أساساً أنا وهنيك أول ما فتت شفت عمار. شفتي عمار؟ سألك عني؟ لا بس قلي سلمي لي عليها. إلك عندي خبرية حلوة. حذري شو هي؟ هلأ أحكي بسرعة بلا حزازير. عمار بده يشتغل معنا بالمسرحية. شو رأيك؟ هي جبت لك اياه كل يوم. جبتي لي اياه؟ كأنه ناطرة اسمع منك شكرا. بصفته شو بده يشتغل معنا؟ مشرف عام. وافق؟ قال لي شو بدك انا جاهز. على فكرة هالشب كتير ظريف غير انه حليوة. حليوة. اشهد ان لا اله الا الله أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد عبد الله نبيا ورسولا. أتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام والعقيدة الإسلامية. الله أعلم أنه شهيد. لأنه ما في شيء ضروري. كامل أنا وضعي جوري عليكي. أنت حدا تعبان كتير بهالدنيا، وأنا حابب أكون صديق. أنا أحياناً بحس إنه نحن بحاجة لصديق بعيد يفتح له قلبنا. تمام. أنا وضعي مع أولادي كتير متشابه مع وضعي. بس أنا بظن إنك لو حطيتهم وقعدت هيك اعتنيت فيهم أكتر يمكن ما كانت علاقتكم بهالبرود. لما بتكوني معصبة طول الوقت بده يصير برود بينك وبينهم. لما بتكوني مخنوقة وما حدا حاسس فيكي بده يصير برود بينك وبينهم. لما بتحسي حالك وحيدة وما حدا حاسس فيكي بده يصير برود بينك وبينهم. لاحظي جوري انت كل الناس اللي حواليكي بتحسي انه في برود بينهم وبين اولادهم. هذا مو برود. لكن هذا شو؟ انا بعرف كثير ستات علاقتهم جيدة وممتازة هن وبناتهم. بعد ما يتزوجوا هيك ماجدة كانت تقول. كانت تقول بناتي بعد ما يتزوجوا بيرجعوا لي لأنه بيحسوا قديش عانيت فيهم. أما قبل هيك لا. أنا مو بس مشان بناتي، أنا عندي مشاكل كتير. خليني ساعدك للحل. أنا ما بدي أفرض حالي عليك بس يعني في مشاكل لازم حلها لحالي. في مشاكل محال. انت لازم تطلعي من جو المشاكل، لازم تطلعي من البيت ولو يوم واحد بالاسبوع. انا ما عم اقول انه انا المنقذ، بس لازم تساوي شيء قويكي، تساوي شيء تحبيه. انا ما عم اقول اذا طلعنا مع بعض يمكن يتغير شيء، بس لابد ما تبحثي عن طريقه تقويكي. انت
انت لازم تكوني مرتاحه وقويه، وخاصه بهالفتره هي. صايره عم حس انك انت حابب تساعدني، يمكن لانك لساتك حاسس حالك انك خذلت لماجد وما قدرت تكون جنبي. هدول حطيهم اول شيء لانه مطلوبين كثير مشان ما نتلبك. صفيانه نوفوتيه مو صيدليه. المهم الحمد لله انها شغاله. نجاح، انت جوزك موظف بالدوله ما؟ بلا، وهلا من جديد دبر نقلته على المركز الثقافي. كانه بياخد اجازات ومهمات كثير، يعني بيسافر على الضيعه كثير كمان. هو عنده شغل هون؟ مشان هيك دبر نقلته، مشان الدوام، يعني كان ياخد اجازات عرضيه او مرضيه، وكان يظبطها هو مراقب الدوام. ليش عم تسالي؟ ما بتزعلي؟ معقول ازعل منك؟ يعني بشوفك مرتاحه ومبسوطه كثير لما بيكون مسافر. ظريف ترجعي على البيت وما تلاقي حدا ينق فوق راسك، بعدين هو ما بيطلع على الضيعه. لكان هو بيروح لعند النوريات اللي اطراف حمص، قبل ما نتجوز كان يروح لهنيك وتمت عاده عنده، بعدين اغلب شباب الضيعه بيطلعوا لهنيك. وين؟ تعودت ما عاد عندي مشكله، بس هو يروح وانا بكون مرتاحه. بعدين هي قسمتي، تعبت كثير وخانقت كثير، اخر شيء حسيت انه ما في حل وبدك تدغري. كان عندي جاره ساعدتني كثير. كيف؟ لك انت شغلك مو للخمسة؟ شو جايبك بكي؟ شادي؟ لك شادي شو بقى؟ شو صاير لك؟ شادي شو عملت؟ شو عملت؟ شادي؟ ليش الدلع؟ هي حكيت الشي اللي ما كنت عم تقدر تقوله لحالك، بشو بدك تساعدها؟ هي حدا ما بتعرف عنه أي شي؟ وبجوز تكون حتى مريضة نفسية، حدا مكركب أكثر منها. وفوق كل هاد ليش بدك إياها تكون ماجدة؟ بس أنا ما خذلتك يا ماجدة، أنا ما كان فيي. أستاذ كنت عم اشتغل كل شيء كلفتوني فيه تماما، بجوز مر كم يوم ما حسنت إجي فيهم بسبب الحادث اللي صار معي، وحضرتك شفت وضعي كيف كان. أنا ما عم أحكي على وقت الحادث، الله هيك يعافيكي، شفتك. بس عم أسمع إنه يعني أدونيس هو عم يشتغل كل شيء بدالك. هو هيك قالك؟ لا لا، بس من الجروبات وصلني حكي إنك ما عم تتواجدي كثير. الجروبات؟ أي جروب؟ مستحيل. يعني عم يكذبوا؟ لا، بس أنا يعني بجوز الجروب الألماني ما بعرف، حسيتهم ما كثير حبوني. بس مو انا السبب، انتو كنتو حاطين بالبرنامج كذا شغله. خزامة، انا عم نبهك لانه عم تجي شكاوي، مو بس عليكي اكيد. بصراحة، أنا بحب يكون شغلي كامل ما في عيوب. عم نطالع دليلين مع كل جروب مشان ما يكون في مجال للغلط أو التراخي. إذا عندك ظروف مع ما تخليكي تجي، فيك تحكي معي وأنا بعمل تنسيق تاني وقتها. أهل البنت وينه؟ أهل باقي البنات وينهم؟ أنا بصفتي شو بدي أسأل؟ حتى وكالة ما عندي. بابا إذا بتسمعوا رأيي أنا كمحامي
الطريقة الوحيدة إنها تهرب. لا مع لغة البنت، وين بدها تهرب؟ في منظمة بعتقد اسمها لاستراد، حاولوا إنكم تجيبوا رقم تليفونها وتتصلوا معها. لاستراد؟ بجوز لاقي معلومات عنها بالنت، يمكن. بابا جمعوا الأهالي وخليه يعملوا دعوة على المكتب. هيك بصير التحقيق بشكل جدي. إنه أنا مثل ما قلت لك ما عندي صفة أتحرك فيها. بابا أنت تعبان شي؟ شوي. طيب اطلع ارتاح، ليش عم تعب حالك بزيادة؟ لا لا ما في مشكلة. صاير شي مع جوري؟ هي سلافة بدها معلومات إضافية ولا أنت مهتم فعلا؟ لا هاي ولا هاي، بس عم تحاول تفتح حديث. لا بس حسيت انك عن جد مهتم فيها، يعني كون وضع الصحي يعني. شايف هالموقع؟ بس كأنه المحل كتير صغير ما؟ وشو بدنا بالمحل الكبير؟ بكرة صار ما صار هذا بينباع بسرعة، أما المحل الكبير بده رغابة وهذا صعب يلتقى بسرعة. أيوة أنا ليش لحتى بيع مدامي أنا كأي مانع؟ ما بتعرف شو بصير معنا، بجوز ما يمشي المحل، بجوز تدقر السوق، ما بتعرف شو بصير؟ أنا مع فكرة أيمن، ياخذ محل كبير ويبلش على مستوى وهيك اسمه بيضرب. شفت شلون؟ أنا من الأول هيك عم أقول، بعدين حبيبي هي جرب معنا، يعني نحن مانا أخذين بنص البلد. لا إذا بدي آخذ محل صغير بروح باخذ بالشعلان أحسن لي. بالشعلان؟ ليش خذ بأبو رمان فرد مرة؟ أيمن أنت ما معك 10 ملايين، لسا بدك ديكور للمحل وبدك بضاعة وبدك شو بنا أيمن؟ ثواني. شو بنا علي؟ هلا حنيت علي؟ كل ما كبر المحل ودفع أكثر، كل ما زادت عمولتنا. بعدين بدبر راسي. ما بدنا نخليه يحط كل مصاري بالمحل، خليه بقاله قرشين نتكشكش لنا فيهم. بعدين بكره بنقنعه إنه يشتري هو المحل ويأجرنا إياه. هو واحد ماله بالشغل. واحد له بالسيارة والنسوان يعني ما تخيلتك تجي بهالسرعة. لسه ما نظفت الغرفة، بعدين الغرفة فاضية ما فيها غير كنباية. مو مشكلة، هلأ أنا بدبر حالي اليوم نام على الكنباية، بركي بكرة بنزل بشتري لي شي فرشة أو شي شغلة نام عليها. هي هاي الكنباية بتنفتح وبتصير تقريبا مثل التخت. بس جادي ما كان لازم تترك البيت هيك، كان المفروض تحكي مع أمك على القليلة. شو بدي إلا؟ خلاص أخي اللي بالصورة من 4 سنين تركت له عنوان البيت، بعدين إذا هو بده ياني رح يعرف كيف لاقيني، مو صعب عليه. هلا المهم أحكي مع مها، بعدين مثل ما قلتي أنتي الزمن بيحل كل شيء. هلا بعد كل شيء قلت لك يا ما علق براسك غير هالشغلة. لا في كتير شغلات تانية، بس أنا هلا متضايق، متأكد إنه بكرة بس تروق القصاص تجوز أنا ومها في كتير شغلات رح تتغير. يا خوفي بعد اللي عملته ما تقدر تتزوجه ويطلع كل شي على الفاضي. لا ما بتصور، أنا بعرفها لمها منيح. انت بتخيلي لو ما بعرفها كنت بتصرف هيك تصرف. مها قوية، أقوى مني حتى. بعدين إذا ما قدرت تقنع أمها رح تهرب معي. نكتب كتاب براني وبعدين منثبته بالمحكمة. وداد إلا ما تزبط الأمور بعدين. هلأ هي أصعب مرحلة، بس هي بالأول ترد على تليفون أنا عم دق لها ما عم بترد. طيب خود هاي موبايلي، دق لها منه لشو كل هالدوخة. شرب العصير، هيئتك من الصبح ما لك أكل شي. من مبارح الصبح. يسلموا. نرجع أصدقاء؟ شو نرجع أصدقاء؟ ولك هذا الكلام كان ممكن نعمله قبل ما تنتقمي مني ببنتي خزامة. لك شو عملت لك خزامة؟ شو عملت لك؟ بحياتها ما أذتك، بحياتها ما رفعت صوتها بوشك. ليش بتغاري منا؟ ما عم بفهم. أنا بغار منا؟ إيه أنت بتغاري منا. ولك أنا أخذتك ما عندك أولاد لحتى تصيري أم تانية إلهم، هيك كان اتفاقنا. ما أحسنتي. لا أحسنت،
بس انت اللي بعتني. اكيد بدي بعدك لما بشوفك عم تضربي بنت عمرها سنتين ثلاثة بلا سبب. وهلا لو افترضنا اني صدقتك انه بيتك انسرق وبشكها بشك المفروض انك تيجي تحكي معي. يعني لحاب ايدو عمار لما قال منيح اللي ما شحطت العيلة كلياتها. احط حالك بمحلي، بعدين انا السرقة ما اخترعتها. ليش ما فكرتي باخوكي اللي بده يسرقك عينك عينك؟ شوفي ابتسام، في استحالة انه نرجع لبعضنا. انا جبار واسي مزبوط، هاد انا. فيكي تحكي علي للناس ما شئتي، يلي بدك يحكي. اما عن بناتي ديري بالك، ديري بالك كتير، انا بعرف بأذي، وهالمرة عم حكيكي جد كتير. من زمان ما اجينا لاحظ ما في شيء متغير، نفس الوجوع نفس الطاولات بياكلوا نفس الاكل وبيحكوا نفس الحكي. شبانة غيث نعمل لك كل شيء بنقدر نعمله، إلا إذا بتحب بقى تقطع على رومانيا وتروح تدور عليها، شو رأيك؟ بس في عندي روح على عندي ياسر لازم أحكي معه قبل، رح أخذ الملفات تبعهم وأخذ كل عناوينهم مشان أتأكد. قيس بدي أقول لك شغلة بس ما تقول عني حقير. مو طالع بإيدنا شيء، بننسى القصة وخلص. لك يا أخي القصة لا تراجيديا ولا ميلو دراما. حكيت مع نيهان؟ لا. ولأيمتى ما بدك تحكي؟ أنا رح أقول عندي ياسر. غيث لا تحاول تهرب من مشاكلك إنك تغرق بمشاكل حدا ما لك علاقة فيه. ده هاي النشرات جبتها من صندوق الأمم المتحدة للسكان، من الصبح أنا عم لف عليها لحتى جبتها. كمان أنا حدا عندي إحساس، شوف اقرا، في ملايين الناس عم تتاجر فيهم كل سنه. خد، اذا بدك تحاول بشي حاول بشي يكون في امل. بس ما راح اخسر شي لو حاولت. تاني مره اذا بدك تهدد يا ريت تهدد وش لوش. خلص ما بدك خجل الشغله. لك بدك تصف مع بيت حمايه مشان ما تعطيني حقي بالمحل. جوري انا ما حكيت هيك، ندى نقل الحكي غلط. شو حكيت لك أنا؟ قلي. جوري هذا المحل باب رزقي، قضيت عمري فيه مالي غيره وعملت منه مصاري وكنت تاركت لك هي كله. هلأ إجا الوقت اللي أنا محتاجة، أختك محتاجة، بعدين هذا حقي أنا ما عم بشحد منك. وبعمري ما سألتك شو عم تطلع وشو عم تدفع لي. وإذا بتتذكر وقفت ضد جوزي وقلت له لا تتدخل بيناتنا نحن أخوة. انتي هشتيني يا جوري، انتي هشتيني، انتي طلبتي مبلغ ما معي اياه وما بقدر خليك تنزلي المحل بالمزاد. بتقوم بتهددني؟ شو رايك بقى انه انا مقتنعه انه معك حق المحل وزياده؟ وشو رايك انه تهديدك كله مفارق معي؟ جوري لا تعلي صوتك، هذا باب رزق. بلا باب رزق؟ نحلي قلت لي والله ما كنت عارفاني. جوري بيناتنا المحاكم، ما عندي مشكله ابدا. بدك تشهد مع بيت حمايه ضدي تصطفل انت وضميرك. بدك تقول لبناتي انه معي سرطان كمان ما في مشكلة، بالاخر بدهم يعرفوا. شو كمان؟ بعرف اني انا خسرانة وبعرف انك بتقدر تشتري المحل كله بالمزايدة، بس دير بالك انا كمان بقدر اشتري كله. على علمي ما معك مصاري. دبر حالي ماني قصيرة حربة. ماشي بيناتنا المحاكم، بدك تتبهدلي على كيفك. بهدل؟ ليش في بهدلة أكثر من إنه أنت تكون أخي؟ هاي ملفات البنك القبرصية كلها. غيث أنا متأكد إنه في غلط. يا رجل أنا بنفسي حكيت معهم امبارح. تعطيني اسم الأوتيل اللي نزلوا فيه بدي أحكي معهم وأرقام الغرف. ياسر أنا متأكد إنه أنت مالك طرف. بس والله في شيء مو منيح عم بيصير. إذا انفتح تحقيق انت متخيل لوين ممكن يوصل؟ فخليني اخذ عناوين البنات واسمائهم كلهم. اوكي شرف،
هاي عنوان اوتيل وارقام التليفونات. بس بصراحة أنا ما بعرف ليش أنت متوتر. يا أخي إذا واحد يحب تلعب مع رفقاته ضروري حضرتك تقوم الدنيا وتقعدها. إن شاء الله يطلع كلامك صحيح. بالمناسبة بتقول له لهداك الثاني إنه مصاري بدي إياهم بكرة الصبح على مكتبي، وقال له بيعرف شو رح ساوي. بدي 100,000 ليرة كاملة أساسا كل الكليبات اللي اشتغلون على الكب. خلص ولا يهمك أنا بقول له. أبغى تعطيني الملفات تبع البنات؟ كلهم بعتوا ما عندي ملفات هلا. كلهم؟ كلهم. طيب والعقود بعتهم كلهم كمان؟ لا ما بعتهم موجودين. ميرون هلا بعطيك اياهم بعدين، بعطيك اياهم بعدين. ما بعرف وين راحوا والله. عندي شوية شغل حبيبي. معلش. ماشي. اصبح بكره باخذهم. انت كيفك اسماني؟ خرب بيتك رعبتني فكرتك نايم. قمت سطح جوا ما عم تتكسر هون؟ لا بحب نام هون مشان نام على التلفزيون. ليش مالك نايم؟ عم تفكر بريحاب ما؟ ريحاب؟ لا عمار؟ ايه بتحبها؟ لا طولي بالك ما وصلنا لهون لسه. لوين وصلان؟ أنا هدول ما بفهمون تبع أعجاب متبادل وود وشوق ولهفة وتعب ما بيقطعوا بعقلي. يا أما بتحبها وعم تفكر فيها ومنتبع إذا صار هيك شو بده يصير وإذا ما صار شو ما بده يصير، يعني بتحبها. ليش كل الشغلات سريعة عندي؟ كل شيء له وقته. ضاعت سنيني وزماني نسيني وضيع حني وشتي شتى دموع سوت أنيني. ضاعت فرحة العيون الحب زمان وشغلي كل العواطف بعدت إيدينا. ضاعت فرحة العيون الحب نسينا وشابت كل العواطف بعد الدنيا. ضاعت سنيني وزماني نسيني وضيع حنيني وشتي شتى دموع دبلت ورودي نسيت عهودي ضاعت شجوني راحت لاقي علي من الصفا بردت اللفتات الحنوني. أحلى لاقي مكاني احملني لبسمات الخدود ودفى ايامي مشتاق لضمك وضوي احزاني مشتاق شوفك يا الصفا زهرة باحلامي مشتاق لضمك وضوي مشتاق شوفك يا الصفا سهرة بأحلام وشي في شتى دموع